منتخب الفدائيين أيها السادة في كل مكان على يسار المشاهدين. طرف حديثا في نادي كيلانتان يونايتد في ماليزيا. يا لها من كرة، يا لها من كرة، ولا من خلالها عدي استغلال كرة عدي الآخر، خروب للدباغ، ما فيهاش تسلل إطلاقا يا دباغ، يا دباغ، هذه كرة في الجول، لكن خيرها بغيرها يا دباغ، خيرها بغيرها يا هداف. 10 ونصف صباحا ستكون مباراة الإياب بتوقيت بلادنا. كرة بنغالية خطيرة يضرب فيها خط الدفاع. حذاري يا صالح. وآلاف الأسرى، البيوت دمرت. كرة عالية في الأمام، هذه كراتك يا إسلام، يا إسلام يا إسلام يا إسلام، هذه لعباتك، هذه كراتك، هذه كرة من عميد محاجني على طول في ظهر الدفاع إلى إسلام البطران. يا بطران، إسلام على الكرة وبالتالي ضاعت هذه المرة. فرصتين خطرتين أسرع المنتخب البنغالي عبر فيصل، كرة عرضية خطيرة يا ستار، يا مانع الأخطار. أمن يا صالح إلى رامي. حذاري، والله يا رامي، روعة يا جو. تركيز يا خروب الآن يضرب كرة ثانية طولية، هي للبطران. يا بطران، محمود أبو وردي. يا بطاط، كرة في اليسار. حذاري يا ميلاد، حذاري. تعلو المرمى، حتى المنتخب كله كان تحت عنوان إيقاف العدوان. الصوت، الصورة، القلم، مطالبين ببذل المجهود الأكبر. محمود أبو ورد، الكرة العالية، هذه للدباغ، هذه جول، ضاع أخيرا. هذه كرة عدي، يا دباغ، يا لها من كرة كانت قريبة في القدس العادية من هلالها الأزرق ليكون البيرق. يا بطران، حذاري، كرة في منتصف الميدان، لو يسدد خطرة لا تعطوه. 13 جول من 18 جولة في ذلك الموسم، لكن في أرض الملعب اليوم المعايير تختلف. مصعب مع عدي، حذاري، في هنالك عرقلة، تدخل قوي على مصعب، سلامات، كل السلامة. كان ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات، تدخل قوي يا عزيزي. مرمى مصعب يتركها، وردي ينفذها عالية، الراسية الخطيرة. مختلف المدن يتكون هذا المنتخب، وأبرز ذلك الغزيين دائما يا صالح. روعة، ما فيهاش تسلل يا بطران. هذه الكرة عند إسلام البطران، عدي خروب على طول للبطاط، هات الكنترول المعتاد، هات العرضية يا ولدي. جول، والله جول للفدائيين. جول، وردي ساهم، بطاط ساهم، خروب ساهم، صوب بقوة قلبه هذه المرة محمود أبو وردي. الفينش، الإكمال، عبر اللداغ، آتٍ يا بطاط، من كل عاصفة ألم شتاتي. هذه الكرة يا وردي، هذا الجول للفدائيين موجودة. كرة لشهاب، هات الكرة في اليمين، هو الراسم، العرضية الثانية. يا ولدي، هذه مرة ثانية تضيع الكرة. روعة يا محاجني. المباراة محمود أبو وردي، كرة عالية، هي جول. قنبر، هو الجول الأبهر، شاب القنبر.
قنبر يوقع في مباراته السابعة دوليا على أول أهدافه الدولية. القنبر جول، هذه روعة، أكمل الكرة وتابعها في المرمى. جول ثاني، جول ثاني، علي شهاب اللي كان مزعج لكل دفاعات فرق دورينا. شهاب اللي لما وصل الأردن توج مع الوحدات أخضر الأردن بكأس الأردن في ذلك الحين. صافرة الصيني هنا تأتي بنهاية شوط أول من هذه المباراة، وقع على ثاني أهدافه شهاب القنبر، وعلى أولها عدي. في القدس شهاب وعدي، في القدس دباغ وقنبر، أفرح الوطن الدورة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا. هذا هو لقاء الجولة الثالثة لحساب المجموعة التاسعة من هذه التصفيات. أستراليا بالعلامة الكاملة في الترتيب الأول، منتخبنا حاليا مع هذه النتيجة في الترتيب الثاني بأربع نقاط. وأكيد الخيارات المتاحة مع غياب تامر صيام، عطاء جابر، هو القنبر، هو شهاب، جول 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 جول، قادم القطار، يا لسرعة هذا القطار. عندما تمنح الكرات الدقائق، هو البطاط، هي الاسيست العرضية، الجول، الجول، شهاب القنبر. أشير إليها بالبنان، في آسيا الأخيرة كان عدي من بين هؤلاء اللاعبين، مع كل اللاعبين دون شك. يا شهاب، لعبة رائعة، إلى محمود عيد، إلى دباغ، هذا مهرجان، هذا طوفان، هذا جول رابع، الفلسطيني بيسجل، الفدائي بيقول، تال ب14 جول دولي بقميص المنتخب. باقي جول يا دباغ، باقي جول، وراح تصير الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الاول. البطاط يلعب الكرة مضبوطة بالراس فوق المرمى. في 20 مباراة مع مكرم دبوب عاد بكلين شيت 8 مرات. شهاب القنبر الان، القنبر وعدي، من سيسجل الهاتريك اليوم؟ عدي يفاضل شهاب، يا سلام، لا كلام على هذا الثنائي المقدسي، روقان عالي من خلال القنبر شهاب وعدي الدباغ، بالكعب لعبها، اكملها عدي، ابعاد من الدفاعات موجود الركلة الركنية العالية الراسية من ميلاد ترمانيني. كل ذلك انتهى، كل ذلك أصبح يا فيراوي، رائعا. أبناء القدس العادية في القدس، من في القدس إلا أنت؟ في القدس شهاب لم يطلب شيئا آخر سوى الكرة، لا تفهموني. من ناحية أخرى، عدي يا رائع، وبت من خلال عدي خروب على المرمى بروعة، بإحكام الرقم 100، إلى أن يصبح الملعب بيته الدائم، خيمته وحكاياته. كرة آتية في الناحية اليمنى، عدي خروب، يا له من جول، يلا يا عيد علينا يا عيد بجول. شهيدا للأم التي فقدت ابنها أسيرا، هذه المحاولة الأخيرة، كرة محمود عيد اللي مرت بجوار القائم الأيسر، كانت من باسم أو حتى من خروب، نعم من خروب. وروعة في الفولو والمتابعة من خلال عدي دباغ، تصويبة عيد بجوار القائم الأيسر، هذه حكاية لفرصة أخيرة، كانت قصة لهدف خامس لم ينجح. ملكتي، يا من تملكين جنة تحت القدم، يلعب الكرة مع المقدسي، هناك موسى فراوي، محمود أبو وردي،
محمود بكرة عرضية خطيرة. أكتوبر بل منذ العام 48 من القرن الماضي، هل تتخيل عدي خروب كيف رأيته يا عدي؟ كيف رأيته يا خروب؟ قل لي يا عدي، قل لي يا خروب. الهاتريك، الهاتريك هنا للدباغ. عدي يقول أنا الهداف التاريخي لمنتخب البلاد، أنا ابن القدس، أنا ابن السعدية، أنا هداف البلاد. يا له من جول، يا له تاريخ. 25 عام، 25 عام، مباراة الثلاثين دوليا، يصل إلى الهدف الخامس عشر، الهدف الخامس عشر، النمبر ون، النمبر ون، من عدي إلى عدي، من خروب إلى دباغ. خمسة، خمسة، خمسة بلغة الطوفان، طوفان من الأهداف، طوفان من الأهداف. لا تنسوا التفاعل، لا تنسوا التغريد، لا تعتادوا المشهد، قولوا دائما بصوت عال أوقفوا. هذه اللقطة الماضية والتصويب البنغالية على مرمى منتخبنا. أكثر عميد محاجني، إضافة كبيرة، عميد محاجني، علاء الدين حسن، هذا هو علاء، يريد أن يصوب، يبحث عن المرمى، علاء بجوار القائم الأيسر. فوز على بنغلاديش صافرة ختام هذه المباراة، مكتسبات وافرة، مكتسبات كبيرة، انتصار كاسح، طوفان من الأهداف، خمسة كبيرة، هاتريك أول في مسيرة عدي دباغ. هذا هو فخر البلاد اللداغ الذي يعتلي صدارة هدافي منتخبنا ب 15 جول وهدفين لشهاب القنبر. مبارك لكل الفلسطينيين أينما تواجدوا، في المخيمات المكتظة، المدن الباسمة، البلدات الصامدة الباسلة، وفي كل زقاق ومكان. مبارك لكل ما هو فلسطيني، فرحة وسط هذا الألم، وكأنها بلسم على جراحنا، لأن أجسادنا، صدقوني، مثخنة بالجراح. أحبتي في كل مكان، عبر فلسطين الرياضية لكم المحبة والتقدير على المتابعة. نأمل أن أكون قد وفقت في التعليق على هذه المباراة. إلى أن ألتقي بكم دائما في مواعيد رياضية قادمة.